قرآن کریم سوره قصص آیت 39 چلی و برجورتر اگر که امکان هبه وقت هبه خدا جی ایزن دابه جی تفسیر کشاف امام زمخشری رحمت الله علیه استعیذ بالله واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين صدق الله العلي العظيم بل اشخو ده بريجي كبرو استكبارا فرعون تبع عسكرو جنودو ياردم جيوي خويا كربو حتى ان نيزي في آيات داجي ك غازي كرنا ويا جهامان را كغوتو يا هامانو اوقيت يا هامان نبني سرحان لعلي بناوي هامان يا غازي كربو وبيا كجبو ندا بعيد را تي استعمال كرن خبطاندن بياي غازي كربو او قاسك يعني انسان القرشي خو نديتن تبا وكا كولا وكا عديدا حساب كرن ولو كو نظير و زعيم و پيگرتيو و ياردم جيوي بجي ام بجن يكي بينا هاما اجا خدا دبي واستكبر هو وجنوده استكبار كرن يعني پر كبرلي دوران مش بون بقرتي دوران مش بون خو مزن حساب كرن لقاشي خو كسي نديتن هم وي هم جي عسكري وي يعني كبراوي تابي با عسكري وي بو عسكري وي جي عسكري وي جي بوي بو اويد قوتن از خوية افقاس عسكرو پيگرتي و تبعن و عسكرو تبعي وي جي دقوكو ام پيگرتي فرعونن و عسكري وينن هر يكي بيكي اعتزاز تكرن يعني خو عزيز دديتم قرر دكرن في الارض دري ارض دا يا دا تمام ارض دا ام بيجن جبو كتشون كي ان قلبالغ ملتا او روجين ملتا فرعون ملتا مصري بو يا خود جي في الارض دا ارض مصري دا ام بيجن يا ألف لام جنسينة يا ألف لام عهدة ذكري يا خط عهدة ذهني ده استكبار ذكرن أوي تبع عسكري خود دورية أرضي ده بغير الحق يعني حال كوني في استكبار وانجي أوانجي استكبار ذكرن حال كوني وانجي بغير الحق يعني حق نبجوان را استكبار چونك استكبار حق كي او كسي كي احتياجي عوي بتو كسي بنبب تو كسي وقتك احتياجي اوي بتكسيتنا بحقيقية كبر فقط انسان اولارا احتياجي اوي بجيراني وي هي بهمسالي وي هي بإيريا أرضي هي بهر تشتي هي دبج يعني جي خدا ويدا ترجي بأن مخلوق عادي سرادان لاش مش مع مخلوق جي بلا احتياجي انسان بي هي يعني إجا بشتي كو أوقاس لدرجة كي أوقاس بلندي احتياجي دابا شو حقي بيا رابع دعوة كبيرة بك حقي بينا يعني وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون يعني بغير الحق حالك لازمية يعني چونك ذرية أحدش خو استكبار حقتنا غير خداش كسرتنا وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون أب فرعون تبي جنود خو أوازن تكرن كأنهم إلينا دمج إلينا بيض لا يرجعون يعني جبوك إنكارا مدكرن شخد قول رجوعتنا دمج بدك رجوع هي نبب المواد قول شخد رجوعتنا يعني وظنوا أنهم لا يرجعون يعني أو نايني دندر المشكرين الباخستين فاقراندنا ببب المواد أو أنا الظن وي رجوعي ندكرن فأخذناه موان قرت دستخو وجنوده وعسكري بتاب وفنبذناهم في اليم مواهم آغتا نوى بحري نوى اوكيانوسي وچونو چون فأخذناه أظن أن زسيد اوكيانوسي نوى لبي؟
بحر بحر قزل دنزه قزل دنز بحر لنا يعني البحر الاحمر قزل دنزه البحر الاحمر سيده ام اجبوك كرمانجكي او كلاسيك يعني دورج مدنيه وكلتره شهرة ما بلكي دانا اوقيانوس بحر راج غولي راج بلكي اوقيانوس قران مش بكم صوره من انا رسيبه لا صف درجه فنبذناهم في اليم ما اويت النبا بحري اويت تشونو تشون فانظر تبنر يا محمد صلى الله عليه واله وسلم كيف كان عاقبه الظالمين انسان الظالم كيد ببرابب عاقبته خطا وسونوش وحياته وان شدب تشيا هلا بنرى انسان الظالم اي بنا فرعون جي او عاقبته وان افو يعني يعني قد بلا تسلي اشترى تشي تشي ببكو مشرك دنما تجي وكو ابو جهل جي فرعون دنما تيا عين بنزل فرعون دنما حزرتي موسى برا ابناجي ظالم كو عاقبته واجي بنا عاقبته فرعون جنود فرعون ابو جهل فرعون بيستر بيا سيدا ولا سيدا جرك فرعون وقتك بلاطات سريوي قاضي موسى ذكر تقول قاضي خدايا قبل هذا بلا انسان مراكي امي فقا ابو جهل تشكي وسان نقول ولا دباجي فقط ابو جهل بين فرعون دنما موسى يعني وجي على النبي عليه الصلاه والسلام مالي خدا جوار الزينه الاستكبار بالحق استكبار بحقي يعني او حق استكبار كي وصاهبه او استكبار انما هو لله عز وجل يعني خمازن ديتن انجا حق خدايا جل جلاله چونكي احتياجي خدا بتو كسيتنا فقط اهر كسي بخدايا وهو مدشي هو بنيد هاتشترنا استكبار متكبر خدايا چونكي خالقه مالكه رازقه هاتش ايوية هر بخوی ایویه، مشکل هر پشت ایویه نقال شی من کارک بیر که آنچه او کارک بیر بله، یعنی ایجا سونو چوانه تک تعبیر سیده تک تعبیر اما بیجن که او محتاجه تو کسی نه دو تو تشکی ده فقط هر کس هر جی محتاج ایوینه ده هر تشته خدا هر ایوینه، ایوینه بله و هو المتکبر على الحقیقت یعنی او متکبر آنجا خدايا جل جلاله يعني كبير متكبر على الحقيقات يعني بمعنى خويا حقيقي بمعنى خويا حقيقي نبقى مجازي نبقى صايغي نبقى تشتكي او كل بمعنى خويا حقيقي انجح متكبر خدايا يعني اي المتبالغ في كبرياء الشأن يعني اليك متبالغه يعني ارتخ سونا كبريه دا او اكو دي كبريه اشان اخو ايش اخو عمل يعني درون اخو او دي مزناتي اخو دا او دي تكوين و تفعيل و تشريع اخو دا انجف او خدايا جل جلاله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوني شانيوي بله بتوني شانيوي متكبره يعني هب شيء متكبره بله بله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما حكى عن ربه دمك حكاية ربه دمك وك حديثة قدسية والله أعلم فيما حكى عن ربه حديث قدسي الكبرياء ردائي يعني كبر مزناتي أو جمرة وك الرداية يعني شو الرداء جخيخ جمردية يعني جلابسه شو الناقة بيوي نابة كبرياء جي تحقق تكسين انا صادق حقي منه بل رداك يعني تشتي نيفي بدني قسم جورين دسترينة دنخيفة جبيرة بين رداء والعظمة ايزاري عظمة جي او جي انجاق شيء ايزارة منه يعني بلا تشبيه يعني ام انسان كي دشنمش مبين اگر كو دربيكو ام جنات بيجن آلي جيرين دنخيفة أبياجي عظمت جي أبجي إزارة منه فمن نازعني واحدا منهما ألقيته في النار
کسی که دوان هر دو تشتا دا دری دا و دی ایزار دا منازعه و مناقشه بمرا بکه یعنی وکا خو خویز حس بکه ارتخ حس بکه کسی لک لأجه قبول ناکم از این باب جمع آگر خدا جل جلاله بید خدا مرتبه نج آمزن جا آن افق جا آن زراوی جی هل قرشی خدا هل قرشی انسان هل قرشی مخلوق خدا سهر دنی خدا کبیره نکه نصیب موت مسلمان که انشاءالله نجی دور بکه انشاءالله آمین آمین و کل مستکبر سواه هر مستکبر مادم که کبریا ردا خدایه و عظمت ایزار خدایه ایلیسه هر مستکبرش غیر خدا اره که دعوه کبرا مزن لخو بکن کبری لخو بکن فی استکباره بغیر الحقی استکباراوی قررتی و مزناتیاوی خو مزن حساب کرناوی او بغیر الحقی تد حق حق نکر یو ادعاد که حق ناکه یعنی نهلی تو موجبه موجبه کبری تیدا تنیا حتی کوی کبری شکر حساب که دوی کلام جمخشری دا اعیاج بیلا ولا توپا خلقی دا اره اما کلام خدا یا ما یعنی نه تعبیر جمخشری دا با برباد ما ال دبی ال چک ال کبریا و شی رضای و العظمت و ایزار خدا گفت به فمن نازعنی فیهما فمن نازعنی احدا منهما واحدا منهما القیت فی النار ولا ابالی اری والله دبی یرجعون بالضم والفتح یرجعون و یرجعون یعنی یرجعون او زندکن که رجوعینکن یا زنو او انا زندکن که لا یرجعون الینا لا یرجعون یعنی او نانی ایرجع کنن یعنی قوتا من ناگی جوان که امی وان گیری ببین بین ببال خوفا و امی محکم وان محکمه بکن حساب وی کبرانه جوان بکن اوانه اصا حساب ناکن فاخذناه موان گرد فا سببیت فاخذناه و جنوده و فنبذناهم فی الیمی پشت اخزیجی موان گرد و آبت نبد دنزی دبی اویا فاخذناه و جنوده افندی تک بکه فاخذناه و افندی پاشی و جنوده موی گرد و جنوده مجنوده و جی گرد و فنبذناهم مبهب را وان تبا بهب را جی آبت فی الیمی دبی اف اخذناه و جنوده و فنبذناهم فی الیمی وان تعبیر کچلتجو یعنی قرشی طرف دکر لبن عرضه دخه یعنی هل تینو العرضه دخه یه خودی پرمزن دکسی ده ها یه خودی پرمزن دکسی تابی وقتا که یکی بینا فرعون و جنودی وی هل نو لبن عرضه خه دمک مزنه کنه ما لبن عرضه جد خه دکه چنگه کی تمامی وی قوتی تفکه چنگه کی بیه دبی من الکلام الفخم اللذی دل به على عظمة شأنه وكبرياء سلطانه يعني دمك خدا جل جلاله سلطان و إدارة و ينتم و مزناتيا و الإنسان جبيات زاني يعني هركز جرب چوگه هركز جرب چوگه شبههم سيدا تعبير واندا تعبير خدا أخذ ناب بنونا جمعي قدية وهو جنوده هو جنوده و هل یجی بچکتی گوتیه نبز نا نبز چنگا کمت که دست خو او قپر چنگا کی نجمارا و موان آوی فیلیم میده ما ادیا کلام کیش طرف خوده دا پر بینا سر تعظیمه او اید نکاجی بینا لسر چوچکیه شبه هم خدا جل جلاله تشبیها فرعون و تبو جنودی وی کرد استحقارا لهم یعنی سبب تشبیه صف علت تشبیه ابو کوان پر پچوگ بکه یعنی استحقارا لهم و استقلالا لعددهم و جبو عدد وانجی قلیل ببین القارشی خو او یکا و وانت تبو پرایی خوشی بسا هندک تنی حسابه و این کانو الكثر الكثیره چقاز کو پر پر و پر بنجی چقاز کو پر و پر بنجی یعنی پارا پر بنجی و ال جمع پرانه سیدا پر پرانه
بري برا الكثرة الكثيرة والجمع الغفيرة تشقاسك توبلولقا كسائي باقي من داجي توبلولقا كي أن برا يعني أن تلبالخا هذا خدا جل جلاله تشبيه وان كريه صف جبوك وان حقيل بذا ديتان وحقيلا شخو تشبيه كريه بحصيات بچند حب خیچکو و چاقلیکو اخذه هنه آخیزن انسانه که آخذه که به دست خو بگروان چاقلا فی کفیهی بگره کفا دست خو و فتره هنه فی البحری وان بفرفرین نورا بحری آبینا یعنی تینه کد ویده دبرده تشبیه که تمثیلی استعاره تمثیلیه یعنی وی حاله هانی انسانه که چاقلا بگره دست خو و دست خود به بین و باقی جنبا بحره عین خداشی جل جلاله راد به بانا و ساس سوکن جرا کندکن جرا و دیگره باقی جنبا بحره تو ازیتی تو ساقنجه که تو اندیشه که ویشی عقیبت آوان تو نه من وين أخذهن آخذ في كفه فطرحهن في البحر ونحو ذلك بنزر في تشبيه هاني هي قوله تعالى قوله خدا جل جلاله كتب وجعلنا فيها ونحو ذلك كمر يعني من الكلام الفخم الذي دل به على عظمة الشان وكبرياء سلطاني بنزر فيها وجعلنا فيها رواسي بله و نحو ذلك قوله وجعلنا فيها رواسي الشامخات يعني أبجي استعاره كي تمثيليه يعني مثاله كي حكايه كي يعني وكا بيجن تبين چه پوزيسيون تبين چه تبين كومپوزيسيون تبين راتي دشت تعظيم خداتك مزناتي خداتك وجعلنا فيها رواسي الشامخات مدرية أرضي دا چيكنية رواسية يعني هنكي وكا قازخة وكا ديركة دا أرضي دا كتاية وان رواسية جي شامخاتي إجا مرتفعا بلندن يعني وسا قاسيكو بلندن جدربا دا بلندن أو قاشي دبنا أرضي دا صرف ما في أرضاني جبو ساكينة رية أرضي ما قران ديا درية في أرضاني دا هنكي رواسية شامخات يعني جبو في أرضاني دي جي خدا بسكنة إنسان كل سر رية أرضي إقامة دكن زلزل الوان چه نبا أبنا ساكين لشتر مش بكن في أرضاني جي ساكينة خرا أبيا أستاد بدي عزمان رحمة قدا ليه مي دبيكي خوال تعالى مزنطيا خب وانكيا بەرچاوێ مە دایە هەنداکردنی دبێ ئەوان کێ خودت بێ ڕەواسینە و دبێ ئەوتادن بێ فلانن مانە یێ ئەڤە دبێ کو تەمامی ئەڤ باران و ژیپک و چیپکتێ دە عەردەیدا دبێ دەپو چیایادا دبێ دەپو ئۆڤێ دەپێ خۆتەڵا دەتخەر یێ عەردی هینکی کەمن هینکی کانینە هینکی بیرن هەر یەکی بخۆن یەحتیاجی و دە هەر جیرە دەر ئەشتە دیرەکتیا و ژ عەردێرا سادە زەلزەلە بتەنێنینە بیدە ئیعاشا عەردێ دەشتێ إذا أساس سيدا شخو أفان استعارة وان مجازة جبوك أم وانا وان تشتا مألوف مانا مأنوس مانا يعني أم سورك لي بوانا راح أشر نشر دبن إذا خدا جل جلاله أفان تشتا خويك دربا عقل مدانا بوان مثال هاني تينا برچاب ماج مرا نيزيكتك يعني كجبو أم قورامش بكين يعني هر تشتو سانا انا مثلا بجن بيت الله او ان طوافا او ان عرفا يا وقوف فلا شبو او انا تف تمثيلين يعني او انا جبوكو ام مالوف ببان تشتانا فداجي رادبات توحيدا مزناتيا في تشتكو دا عالم دا اجرادك و جعل لي جعل لي تكويني وانا تفتي نبرچاب مجبوك ام دها فعم بكين بعقل فوق او رميش بكين قياس بكين شو بو يعني مالي وجعلنا فيها رواسي شامخات وحملت الارض والجبال فدكتا دكة واحدة يعني دبي داري داجي عيني بنزري وي يعني ابجي وحملت الارض والجبال ارض جبال هاتن قبار المشكلن يعني اصلا حميلات انا بلكي بيجي حميلات جهاتيا وحميلات جهاتيا بالتخفيف وبالتشديد جي ارض جهاتنا وقت حميلات الارض والجبال يعني ارض جبال هاتنا حمل كرن يعني هاتنا قبار المشكلن اوان جبال جعرضي هاتنا دور خستن
فدكتا دكتا واحدة يك جار كي لهف كتنا وبنا هباء منصورة يعني بنا وكا دوماني يعني يك جار كي ها بالتكرار ويجي إيجاب نكري يعني يك جار كي لهف كتنا وبو هواي بنا وكا هباء وكا سراب أما السراب ده حقيقة ده تشتكي تنا فقد وانا دومان وتوزو وفلان حرفی دوز بیانی تشکی اونه چیا میان ده نوال و دنز و تشکی نام مایا لحب دو کتنه هورو خارو بونه هورو خارو اوان توز و دومان اوانی کتیه نوالا تجی بونه اوان گر و ملا و اوان قوت و تپا اما می کتنه نوالا و دوز بونه بیا عرضه که یعنی اویاجی یک جار که عرض و چیا تب هوا پرچه پرچه بکه دوز بکه اگر در آن دسته تعظیم مزناتی خودت که چه خبر دارم؟ و آیات که دنیا خدا جل جلاله هود به و ما قدر الله حق قدره و الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه اوان كافر اوان مشرك اوان انسان عاصم كافر ما قدر الله خدا جل جلاله تقدير نكرنا يعني تشت هاوی که خدای اصلا حساب نکرنه اصلا نزانبونه حق قدرهی حال بو که ده حالی که ول ارد جمیعا قبضته او ارد قراسا مزن او یاد نبا دسته ویدای یعنی مقبوده یعنی مقبوده ویه یعنی تکشنگ یا ها مقبوده ویه دست خود در رجا قیامت ده و السماوات و اویب آسمان بلند و فرو قراسه اوانا تمامی مطویات بیمینه تب دکه دست خواه راسته یعنی دکه آلی راسته یعنی قدرت خدا جل جلاله قاسه که هیه او انسان عاصی و کافر اوی تقدیر قدر خدا نزانن یعنی خدا پچوت حساب کن اگر که مشرک بن و اگر که ای بنا فرعون بشکو خدا قه حساب ناکه نعوذ بالله وما هي ذبي أفانا نينن إلا تصويرات وتمثيلات لإقتداره يعني مثال أفانا تيناج بو قدرة أخو بما بدا نشان داين يعني يقصى دس قدرة تنية و أفانا جي نكو بيتش قدرة هنا نفلان فقط أفانا مثال تينا يعني كو أوقص الخارشي قدرة من أفانا ضعيف نتشتن ها نتشتن إيجا أو نتشتن خارشي فدا فقط وان إنسانا نتشتيا وان حساب ناكل ناي قدري فدا نزانن وأن كل مقدور وين عظم وجل هر مقدور يعني تشتك فدا قادر إلى السرية كنت تشتك إيش دربا قدرة ويدا تنج ممكناتا جممكناتا وين عظم وجل شقص مزنو وقراسة فلان به فهو مستصغر في جانب قدرة إلى جنب قدرته أولا تمام جي بچوغن لآلي طرف قدرتاوي يعني لآلي قدرتاوي دا وقتا بكرم قارشي قدرتاوي ولو لجمع قرمزن بجي لقارشي قدرتاوي نت تتشكينا جي بر بچوغن هل لجمع قرمزن ببينا جي فقط لجمع قدا بر بچوغن نبا كرمان جانا عرض تفق قبضاوي به آسيمان جي تمام حفت آسيمانا مطويات بيميني به دال خارجی یوتش کی تن نیه ولی حاشا بله و جعلناهم امد چن سیدا سیدا تو زانی از اونا کیف اوی تو زانی ولی تو زانی از کارم علم بلکی مگو درنگ مابه تو بیشی هم دیگیشن در ساخویه دنی تو زانی یعنی تایی پازده دقیقه دیشی هم کارم بخوینا تمام وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين ملي فدا جل جلاله تبي وجعلناهم مفانا قران يعني أبان كافر وعاصي إيه بنا فرعون وهوالي ومشركو فلانا ما تماما قران ده أئمة ما يوان قران ده أئمة إشكيش أنجي رهبر يدعون إلى النار
ابانه کو دعوته انسان دکن به بال آگر و یعنی دعوته انسان چه وقت دکن به بال آگر و اصرار دکن سر اسیانی و کبر و گناه خو دبن رهبر دبن مقتدا به جبو انسان در دور خورا یعنی مثلا فی دعون به امر خو دبه ایما خرابی و گناه ها و اتباعی ویجی به گوداری کردن امری وی جنودی وی به گوداری کردن امری وی اوانا تمامی ایمه که یدعونه الى النار و یوم القیامت لا ینصرون اوانا دروجا قیامت داجی تجار فایده کی عمل کی نج ایماد بینه نه ایمه کارن یاردم بکن و نج ایمه را تی یاردم کردن جزای کوره مانع جوی جزای را تنه جم خدا جل جل واتبعناهم فداد بهم اكرا تابع ايضا ايماجي في هذه الدنيا في الدنيا هذا لعنة ما كرا تابع ايوان ما كرا لازم ايوان لعنته يعني اللعنة جوان ناقدة لعنة يا مثلا انبيجن قوم فرعون وقوم حزت يعني قوم ابو جهل وابو قرشي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اول ائمه كفر ائمه ضلالته حتى قيامته خلق وقت بعث ابو جهل بكرن ابيج لعنه الله بعث فرعون بكرن ابيج لعنه الله او دائما خدا القيوان لعنته بالشينه يا ابن ابي وان بالشينه يعني ابيجن لعنه الله بعث فرعون بكرن ابيجن لعنه الله ياجي بالنبع عمومي ده يعني خلق ابيجن لعنه الله على الظالمين ابيجن يك جوانه بيا او لعنه السروان جدا أمد. ويوم القيامة وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين ودرجة قيامة داجي أبناء مقبوحة بنج رزيل ورسوايا بن يعني عيب وان تباحة وان شتمد عليه وان اتبع سروان خيابك فإن قلت أجل كتبيجي ما معنى قوله وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار يعني زمخ شريء دوي دريدا ديسا مذهب خباري بقرأ بيش يعني بيجا جعلناهم يعني موان مخزول يعني أميتسز دستوالا خيال قرق وغنا وغريان موان أسا يارات مشك يعني جراندية مخزول يعني خزلان يعني بأميت دستوالا يعني نبي جك وجعلناهم معنا خلقناهم چونكي خدمين خدا نخلقي شرية يعني وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار أجل تبرصة في آيات جمن بكي معنا في آيات قلت بلي في دعوة أئمة إسان دادا بالك وغير ها؟ ها؟ دنكي تاتي بريني سيدة ملاويسي دنكي تاتي بريني بلي دنگی وجوارش تیبری نه نفس سیدا لبی دنگی سیدا مراوی سیدا ای جان جبو ویتی نه ها یعنی ای و جعلناهم یعنی جعلی بخواه تاویل اکیل جعلی خی یعنی بله یعنی رجال اهل سنت دوی داری دا و جعلناهم یعنی خلقناهم ائمه يدعون الى النار اجا امام الزمخشري جمع التزليه اي بجا جعلنا نب معنا خلقنا چونكي معنا ائمه كفرنا معنا ائمه كفرنا يعني السر ضل ومضل اجا نابك فدا جل جلاله ضلالتا وان فدا تشكر بها ناوى يعني كان وي بينا جعلنا التاويل كذن الاخينا يعني ها وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار قلت معناه ودعوناهم أئمة دعاة إلى النار يعني أمي قازي وان بكين أو أمي قازي بكين أمي بيجن أئمة داعية ببال آقرفانا يعني أمي وان دي نافل وان دين يعني ها جبوك داعية ببال آقرفانا جعلناهم أئمة يدعون إلى النار يعني سميناهم دعوناهم وقلنا إنهم أئمة دعاة إلى النار يعني كأنه موان وان خطايوان أم نخالقي خطايوان أم نخالقي أفعاليوان قبيعين موان شيكين ودحقي وان داجي قرام أصلحي بكين فقط ما مذكر كفانات صاميمين مصم ومصر لسر خطايانا
اندن دعيل بمدى شو قصد در بصري ماجي قازي وان كر داعية إلى النار ما قفانا داعية إلى النار يعني جعلنا بمعنى دعونا سمينا فلان وقلنا إنهم أئمة دعاة إلى النار كما يدعى شو كتك قازي كرن خلفاء الحقي أواب ذي نابتين قازي كرن بتشناب أئمة دعاة إلى الجنة شو كجوان را أئمة كداعية ببال جنة فانا أبناجي أئمة كداعية إلى النار أبناجي بو كداعية ببال نار أميجي بوي نابي وان قازي وان بكت أمي في نابي وان لوان دين يعني ما دام وان في نابي حق كريا أمي بجي في نابي دحق وان دا استعمال بكت مالي وهو من قولك قولته الجملة كل دنبا خلقه دا ورته استعمال دكين كد بين جعله بخيلا وفاسقا بمعنى جعله بخيلا فاسقا شيئا يعني إذا دعاه وقال إنه بخيل وفاسق وقت مرف قاضي يكي بك مرف بيجي أي بخيل يا مرف يكي را بيجي أضي إنسان هاني بخيلة نكو مرفي كريا بخيل مرفي بخيل يارات مش كريا ما أنبونا السبب من نا يعني جبوكو بخيلة أمجي ناضي ببخيلين جهوالا رد بيجن بعث كان كأنه فاناجي أئمي داعي ببال كفري فانا خدا جل جلاله ما دام هو داعي ببال كفرنا خدا جبوي نابي غازي وان ابك مالي ويقول يعني نكو تعالى من بيوي خلق كريا هاري نكو خدا خدا وان داعي ولا لك أئمة ولا لك يلطمش نكريا يعني ها او شخابون ائمة داعية ببال كفري فا خدا جي وقتا كو غازي وان دكا بوي نابي كو وان وان عملان ديه وان خبطان ديه شخرا وان دوي اشي دا بولونوش بينا خدا جي وي ناوي وان قازي وان دكا مالي ويقول اهل اللغة في تفسير فسقه وبخله اهل اللغة دي البلم جيلري دا تفسير فسقه وبخله دا دبيجين يعني جعله بخيلا وفاسقا أواد بيجن فسقه وبخله معنى بيا تشيه نكو ويكليا فاسق ويكليا بخيل يعني وي بخيل وفاسق حساب كليا وي بوي نافي ناف داية وي قوتيا فيا بخيل وفاسق ومنه قوله عز وجل عز وعلا وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا نكو فانا ملائكة خدايك عباد خدانا نكو فانا وان شكرنا إناث أولاك دمك خدا وان شكرية وفانا جي نابي إناثي الوان دانينا يعني نكو فانا وان مأنس أولاك شكرنا ولوما كتبين ملائكة خدا مأنس نوسا شو جعل دوي در بمعنى خلق ننا كأنه دوي در داجي جعل نب معنى خلقه چونك اويك ملائكة شكرية خدايا أبانا معنى جعل دوي در دا يعني في نابي الوان دانينا قازي ملائكة تكن بنافي شو بنافي مأنسي قازي وانتكن بعسى وانبكن بنافي مأنسي بعسى وانتكن بمأنسي بعسى وانتكن ومعنى دعوتهم إلى النار هكي فانا شو دعوتهم ببال آقر واتكن هركا زاناك وآقر شواتة يعني شو وان دعوتكم ببال آقر با ومعنى دعوتهم إلى النار دعوتهم إلى موجباتها من الكفر والمعاصي چونك فانا ضال مضل يعني هم ضلالات ياشاميشت كن بسرية أرض بعصيان وبكفر ياشاميشت بن ودبن سبب إنسان أجي أوجي لسر عصيان وكفر دمينن حياتك بعصياني بكفر دربازت كن ري الدنيا دا يعني معنا دعوته وان أوى يعني كناكو برا وان دعوت كن تبي ورن أمهر تف بكبن آجر يعني سبب آگر که عصیانی و کفریه دبن ارنگ نباشیه ارنگ خرابیه در و دور خورا دبن سبب خرابی و نباشیه و یوم القیامت لا ينصرون کما ينصر الائمه الدعاة الى الجنه شو ائمه داعیه ببال جنت و یعنی اوی که کهنه الجمیل اوی که بباشی آشامیش دبه ارنگ دبه میسار جبو در و دور خورا اوانا چوا
دبن سبب باشی انسانا خویوان اخلاقیوان تفگریوان دورانشیوان باش لا دبن ارنگو پیدگرن او جی او چوا کد جوالتی گوتن داعی ببال جنتی وا او کد خرابی دا جی ببن ارنگو پیشکش و سبب جدر دور خورا او جی دمک داعی ببال آگر وای نتیجه آگره یعنی نتیجه وان کرنه وان ويوم القيامة لا ينصرون أمد كما ينصر الأئمة الدعاة إلى الجنة أولا شوى تيني ياردم كرم بوانا تي ياردم كرم خدا جل جلاله شفاعتا هنك يد حقي واندا قبول دكا إيفانا شفاعتا تكسي جد حقي واندا نا شفاعت شي هيا وغير شفاعت شي هبو يشفو قبولنا إيش أشفو شفاعت شي تنيا ويجوز ودبكوا نب معنا الدعوة سمينا بأرجعله ويجوز خزلناهم يعني موان خيال قرق لغنا أغراض مشكر وان أميدي برمزج خد كرن موان بلطف بمنفعت بإحسان بقنجيه لرية أرضي ويجوز خزلناهم حتى كانوا أئمة الكفر أو أنا بون أئمة كفري دعوة شيء كفري قائد كفري ومعنى الخزلاني معنى الخزلاني شيء منع الالطافي يعني خدا جل جلاله دبي قريك إصرار لسر كفر وعصيان بون ما لطف إحسان وإنعام خشوان بري منع الالطاف وإنما يمنعها أنزخ تيني منع كرنج لطفي من علم أنها لا تنفع فيه يعني كأنه خدا جل جلاله ميزاد كيكو منفعتا إحسان وإنعام بوانارا تنه منفعت ناقي جوان لومك خداكو منع لطفيتك يغسى كأنه زمخشري وصاد بها چونك دحق الخدا ده بي أسلح چيه واجب الخدا جرق دحق مخلوق ده أن أسلح أن فايدالي چبه جروي بك إذا چما بكي خدا منع لطف وإحسان جواناتك ده بي جبوك خدا زانكو منفعت نادوان نكو حقي وانا وجوان قرتيه زانك منفعت نادوان لو ما منع لطفي كريا جوان يغصى اقالكو منفعت بدانوان حقي وان بو قرى بدانوان جاود بي كأنه خدا زانكو اوان انسانا وعز ارشاد انعام احسان تفايدك نادوان لو ما رابيا منع شكريا منع لطفي جوان كريا وهو أكيد من علم أنها لا تنفع فيه وهو المصمم على الكفر الذي أويكم مصمم مصر سر كفريك لا تغني عنه الآيات والنذر يعني تشقص آيات جرابين يخواندن تشقص إنذار وقرقوتما وفلان تهديد جوان ربين كرنجي تمن في عتنا دوان ومجراه مجرى الكناية يعني دري دريدا ويوم القيامة كتبه لا ينصرون دوه داره دا جبش تصميمه با جبش تصميمه با خزلان هاتي استعمال کرن يعني منع لطفه جبش تصميمه با يعني نكو موان احسان ندايوان جبوكو ساميمية لسر كفر وعصيانين لما ما لطف بوانا نكريه احسان نكريه لما كن لا ينصرون والغرض بزيوات لأن منع الألطافي چونك منع اللطفي يعني محروم درخستن محروم كرن يرضى في التصميم أو ردي في التصميم يعني التصميم لپش لطفي إذا وقتك تصميم هبة لپای ويشتي منع لطفيتي يعني إذا خدا جل جلاله نقوتي أبانا مصر لسر كفرين قوتي منع لطفي جوان كريه چونك تصميم لسر كفري دبس سبب منعي إذا خدا رديف هانية كمنع لطفية شنانية تصميم نانية أزولام يعني خزلان يعني ربي عالمي دست آلي كاريا خو جوان دكشينة أري يعني بوانا اللطف وإحسان نكرية وان محروم كرية شما محروم كرية يعني جيكو بيجا وانا مصمم لسر كفرين خدا عندن بعتا مصممية وان نكرية چونك هو مصممي سبب منع لطفية إجا خدا قلت يا من لطفة خوش وان برية يعني وان من مخزول درخستية محروم درخستية يخصى خدا شما هي محروم درخستية جبوكو مصممن يعني ها مصممن مالي
لأن منع الألطافي يرضى في التصميمة، شكل البي تصميمة يا منع الألطافي، ناكل بيشات تصميمة. دار ردي دمك يعني وقتها عليها بدون بهبرانة يكهبة إيدجيها يكتنب إيدجيها. لا سيدة ناكوسا يعني وقت التصميم هبه نطفة إحصاني هي. يعني التصميم لطف هبة تصميم يدجي هي تصميم يدجي هبة لطف جي هي يعني لطف رديفة رديف لباي تصميمتي يعني لطف مصممة شيء مسببة يعني منع لطفة مسببة جي تصميمة بالي. والغرض بذكره غرض بالذكرى منع لطفة منع لطفة اصلا التصميم نفسه غلط به تصميم افانا يعني افانا مصمم لسر كفرنا خدا ويج مرد بيجي فكأنه قيل صمموا على الكفر لسر كفر بون صاميمي و اير الماس حتى كانوا ائمة فيه بون ائمة كفريدا ودعاة إليه من داعي ببال كفريبا وإلى سوء عاقبته عاقبة كفريك هلاك هلاك دين الدنيا وقبح قبحته آخرته لعنته بون سببك وأبنا سوء العاقبة جوان ربو نصي يعني اللطف نبو ماله. فإن قلت أجرت بيجي وأي فائدة في ترك المردوف إلى الرادفة كما خدا جل جلاله ترك تصميم كريه ورديفه هيكم منع لطفيه وخزلانه كما فيا هانيه برا يعني أصلي بانيانا ها تصميم برا بانيانا قلت ذكر الرادفة كأب خزلانة منع لطفيه أذكر في رادفة جعلنا يعني يدل على وجود المردوف چونکی ویا مسببه مسبب دلیل و سبب و گستریجیه گسترگیه جبو چرا جبو تصمیمه را یعنی وقتا که خزلانه هانی جعلا که مانا خزلانه وقتا که وی هانی مفهم کن الله مادم جعلناه ائمتا فی الكفر دمک وان انسانا مصممن چونکی جعل خزلانه یعنی خزلان جعل ائمتیال بکفری دا اویا انجخ و انجخ تی وجودی وقتا که تصمیم هبه اگر که تصمیم تو نبه مسبب نای میدانه ماله دمک فیعلم وجود المردوفی وجود مردوفی که تصمیمه مع الدلیل الشاهدی بوجودی که خزلانه فيكون أقوى يعني ذكرى خزلانة ذكرى جعلكم معنا خزلانة أبيض بأقوى لإثباته من ذكره يعني أو بخو بذكر كرن نبيناك خزلان بذكر كرن ها خزلان وقتا بذكر كرن أبيض كسينة كسين لشمش دبه تصميم أما كو تصميم بانيانا دليل بيراتو نبو مالي. ألا ترى أنك تقول مسألة تبيجي ها كلام كسر فيكون أقوى لإثباتي أقوى من ذكر ذكر إيه الذكرى تصميمة يعني مالي. ألا ترى أنك تقول مسألة أواد بيجي لولا أنه مصمم على الكفر مقطوع أمره مبتوت حكمه لما منعت منه الألطاف أجل كو مصمم لسال كفري نبانا وأمر بي قطعي نبانا وحكم بي مبتوت نبانا لما منعت منه الألطاف لما منعت لما منعت إناتنا منع كرن جي ألطاف ولطف وإحسان بشتكو هاتيا جي هاتيا منع كرن دمك أبيات دليلك مصمم لسال كفري فبذكر منع الألطاف يحصل العلم بوجود التصميم على الكفر والزيادة دليل ويجي بيرا يعني وهو أو زيادة يجي قيام الحجة على وجوده وينصر هذا الوجه تقوياك جعل بمعنى خزلانة ورديف تصميمه وهاتناوي دها أقوى يجب تثبيت التصميم را أبيا تقويا في وجهتك في شكل في طرف تأويلتك قوله هو يوم القيامة لا ينصرون شوات
که در دنیای دا منع لطفه جهاتیه کرن در آخیرت دا جی منع نصرت جهاتیه کرن بله که انه قیله بلکه خدا یعنی که انه اوهات بگوتن و خذلناهم فی دنیا در دنیای دا موی محروم درخست ما لطف و احسان پیرا نکن موی رازیل و رسوای کن بر هلاکه و وهم یوم القیامت جی مخزولو روز قیامت دا جی لطف و احسان پیرا نای کرن نصرت پیرا نای کرن کما قال و اتبعناهم فی هذه الدنیا لعنتا ای تردا و ابعادا عن الرحمتی موان دور خست دور خست موان آوید برطرف کرد رحمتا خو و دروج قیامت دا جی هم من المقبوحین بله ای من المطرودین المبعدین او کتین ترد کرن و تی برطرف کرن و تین دور خستن جنت و نعمت و خوشی و شفاعت و فلانا جیاردم اوانان خدا مطبع محافظه بکن انشاءالله اصابکم الله خیلی کسی یا از اونم خود خیلی هم تمزده کلمه که رجا بکن اوی دهتا مزن جزای مزن جمعه را به طرح اعلان